انتظر قدوم أحد لمساعدته. فرح أيمن عندما رأى صديقه ثامرا مقبلا. انتظر قدوم أحد لمساعدته. فرح أيمن عندما رأى صديقه ثامرا مقبلا. ثامر، ماذا تفعل يا أيمن؟ أيمن، أزيل الأذى عن الطريق، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو هنوصل، أزيل الأذى عن الطريق، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حمل أيمن وثامر الفرع. حمل أيمن وثامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. حمل أيمن وثامر الفرع وثامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. تفضل يا أحمد. اكمل يا فهد. انتظر قدوم أحد لمساعدته. صرح أيمن عندما رأى صديقه ثامرا مقبلا. ثامر، ماذا تفعل يا أيمن؟ أيمن، أزيل الأذى عن الطريق. إن اكمل يا فهد. عن الطريق صدقة، كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حمل أيمن وثامرون اكمل يا فهد المايك حتى صار بعيدا عن الطريق. جزاك الله خير يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل يا عبد الإله. طيب أستاذ، انتظر قدوم السلام عليكم. عندما رأى صديقه ثامرا مقبلا. ثامر، ماذا تفعل يا أيمن؟ أيمن، أزيل الأذى عن الطريق، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حمل أيمن وثامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. شوف، لما بتنتبه بتبقى ممتاز. 10 من 10، بحطها لك دلوقتي إن شاء الله. يلا يا محمد. أستاذ، كم من كم درجتي؟ 10 من 10. خلاص. انتظر قدوم أحد لمساعدته. فرح أيمن عندما رأى صديقه ثامرا مقبلا. ثامر، ماذا تفعل يا أيمن؟ أيمن، أزيل الأذى عن الطريق، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حمل أيمن وثامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. أحسنت يا محمد، جزاك الله خير. تفضل يا منصور. انتظر قدوم أحد لمساعدته. فرح أيمن عندما رأى صديقه ثامرا مقبلا. ثامر، ماذا تفعل يا أيمن؟ أيمن، أزيل الأذى عن الطريق، لأن
لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ركز ثاني يا منصور الكلمة دهي دهي. الأذى أيوة هذه ألف الأذى عن الطريق صدقة كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال يا منصور كما علمنا. أحسنت يلا آخر سطر. حمل أيمن وسامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. أحسنت عبد العزيز اقرأ على طول يا عبد العزيز. انتظر قدوم أحد لمساعدته. فرح أيمن عندما رأى صديقه سامرا مقبلة سامرا. ماذا تفعل يا أيمن؟ أيمن أزيل الأذى عن الطريق لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حمل أيمن وسامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. أحسنت يا عبد العزيز المرة دي 10 من 10. سامي النهدي نعم. انتظر قدوم أحد لمساعدته. نون أحد أحد لمساعدته. فرح أيمن عندما رأى صديقه سامرا مقبلا. ماذا تفعل يا أيمن؟ أيمن أزيل الأذى عن الطريق لأن إماطة الأذى عن الطريق صادق. افتح يا بطل. إماطة الأذى. ما هو ضمها يا إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حمل أيمن افتح الميم. حمل أيمن وسامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. ماشي ممتاز يا أسامة، بس عاوزك تقرأ لي بالتنوين اللي حمل أيمن وسامر الفرع نونه. حمل أيمن لا نونه يعني الضمة عملها ضم. حمل أيمن وسامر فرع حتى صار بعيدا عن الطريق. أحسن تفضل يا عيسى. انتظر قدوم أحد. افتح الميم يا عيسى. الميم أيوة. قدوم أحد لمساعدته. اكسر التاء. لمساعدته. فرح أيمن عندما رأى صديقه سامرا مقبلا. أيوة كده. سامر ماذا تفعل يا أيمن؟ أيمن
أزيل دم دم أزيل الأذى عن الطريق لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. اكسر القاف عن الطريق عن عن الطريق صدقة. كما علمنا نبينا محمد كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حمل أيمن وثامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. تفضل يا سعد. نعم تفضل. انتظر قدوم ما قدوم أحد لمساعدته فرح أيمن عندما رأى صديقه ثامرا مقبلا ثامرا. ماذا تفعل يا أيمن؟ أيمن أزيل الأذى عن الطريق لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حمل أيمن وثامر ثامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. عاوزك تقصار الراء عليها ايه يا سعد؟ الراء ايه كلمة؟ صار صار ايوه خلاص انت قلت صار انت وقفت على قلت صار انا عاوزها تفتح صار. بارك الله فيك يا سعد. انت يا سعد احمد العوفي استاذ العيسى انتظر قدوم احد لمساعدتي فرح ايمان عندما راى صديقه ثامرا مقابلا لا لا تفتح القاف هذا مقطع ساكن. مقبلا ثامر ماذا تفعل يا إيمانو؟ إيمانو دي اسمها إيمانو محمد. إيمانو يا راجل الهمزة مفتوحة قدامك. أنا عاوزك يا محمد انظر إلى الألف المفتوحة مع الياء هذا مقطع ساكن. اقرأه. أيا لا تفتح الياء لا تفتح الياء. أنا السكون أنا السكون لا تحرك مهما يكون. لا تحرك إيمانو. لا يا ابني ما تفتحش الياء سكنه يعني أي 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 أيمانو بس اسمها أيمن. أيمانو أزيل الأذى عن الطريق لأن إماطة الأذى عن طريق صدقة. كما عملنا نبينا نبينا لا 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 عاوز الكلمة دي كلمة دي
علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حمل إيمان وسامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. جزاك الله خير محمد. خالد انتظر قدوم أحد ليساعده لمساعدته. فرح أيمن عندما رأى صديقه ثامر مقبلا. ما سمعت التنوين بتاع؟ ما شفت التنوين؟ هنا تنوين ده ثامر. افتح الراء. ثامرا. ايوه كده. مقبلا. ايوه. ثامر ماذا تفعل يا ايمن؟ ايمن ازيل عن الطريق. خالد الكلمه دي اسمها ايه؟ الذي ذا. افتح الذائي. هذه ذا وكأن هذا ألف عادي. ذا الأذى عن الطريق لأن اكسر الهمزة يا خال. إماطة عن نفس الكلمة. إذا يا ابني قلنا الأذى عن الطريق صدقة كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حمل أيمن وثامر الفرع حتى يصير بعيدا عن الطريق. حتى صار بعيدا عن الطريق. جزاك الله خير. تفضل يا عبد الله. كم 9 من 10 يا خالد؟ قدمت شويه المرات. خلي بالك من الآن. تفضل. تفضل يا عبد الله. عبد الله افندي. طيب اتفضل يا أسامة الصانع. عرفت؟ اتفضل اقرا. إن انتظر